اهلا بحضراتكم مره تانية. تابعنا طبعا المؤتمر الصحفي اللي تقدم فيه المدير الفني الجديد للنادي الاهلي موسيماني، واعتقد طبعا في كلام كتير جدا اتقال. خلونا نسمع راي واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن زكريا ناصف، في الصفقه دي وايه اللي ممكن تضيفه للاثنين، سواء لموسيماني كمدير فني او للنادي الاهلي طبعا اللي قدامه مشوار مهم جدا للجمهور وصعب في نفس الوقت. كابتن زكريا اهلا بيك على شاشه الاهلي. اهلا بيك واهلا طبعا بكل جماهير النادي الاهلي. صفقه كانت مفاجاه، موسيماني خلفا لفايلر، ازاي بتشوف الصفقه دي من حيث الاهميه لمشوار النادي الاهلي خصوصا طبعا في بطوله الافريقيا ومن حيث التوقيت كمان؟ الحقيقه بالنسبه لنا مش مفاجاه، لان احنا دايما في لجنه التخطيط ومعانا بيبو طبعا رئيس النادي والمشرف على الكوره بنبقى سابقين شويه بتفكيرنا الاحداث. كان عندنا بلان بي وبلان سي وبلان دي كمان، يعني أوكي. ما كانش عندنا اي مشكله، واحنا اللي بادرنا بان احنا ناخد القرار، مش مستنيين، لان الوقت كان هو المشكله الكبيره في اتخاذ القرار. دايما بيبقى عنصر الوقت مهم. كان عندنا زي ما شفنا في المؤتمر، كان عندنا فرص كتير وعندنا سيفيهات لمدربين كبار من مدارس أوروبية مختلفة ومن أمريكا اللاتينية. هل واجهتم حيرة كابتن زكريا يعني وقت اتخاذ القرار؟ هل كان في حيرة بين أو مفاضلة بين أسماء بعينها مع لا، هو اللي بيحدد اللي بيوصلنا للقرار هي المعايير اللي بنحطها. أوكي. المعايير بتاعت الـ 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 التوقيت ده، المعايير بتاعت الظروف دي. وبالتالي احنا المعيار الأهم هو حلم جماهير النادي الأهلي بطولة أفريقيا، فكان الأنسب بسي في قوي هو موسيماني، لأن وطبعا كان في صعوبة لأن هو اوريدي مدير فني لسان داونز، فكان علشان تجيب الموافقة كان في بعض الصعوبات، وأهمها ودي برضو كانت رغبة بيبو ان رئيس نادي سان داونز يوافق على ان موسيماني يجي لنا. موسيماني في المواصفات اللي احنا كنا عايزينها للمرحله دي، وهو لما رجعنا مش بس للسي في، لما رجعنا وده جزء برضو الناس تحب تفهمه، ان السمات الشخصيه بيبقى مهم قوي في المعايير اللي بنحطها، ودي ما أيوه. بتبقاش مكتوبه في السي في. أيوه. السي في بيبقى مكتوب مشاركاته كلاعب، بطولاته مؤهلاته العلميه، الانجازات اللي بيحققها، لكن السمات الشخصيه ده بيبقى جزء مهم قوي، واحنا كنادي اهلي بيهمنا قوي الحته دي. تسمح لي كابتن زكريا اقف مع حضرتك كلاعب كوره قبل اي شيء، قبل اي مسؤوليه وقبل اي منصب، مش ممكن تتفق انه من ظلم شويه او انه ضغط شديد جدا انه يتحط موسيماني في اختبار زي ده مع نادي بحجم الاهلي وشعبيه النادي الاهلي 14 15 يوم، يمكن 14 يوم قبل ماتش مهم جدا زي قبل نهائي افريقيا، وده شيء ممكن يبقى مش في صالحه؟ بص، شجعنا اكتر ان هو متحمس جدا وقبل التحدي، لان في تحدي، في صعوبات كبيره جدا، ان اي مدرب، في مدربين الحقيقه اعتذروا على التوقيت، وافقوا على ان هم يجوا النادي الاهلي لكن معتذرين على التوقيت. ايوه. موسيماني قبل التحدي ده، وده بيدينا ثقه ان عنده ثقه في نفسه، وده جزء من السمات الشخصيه اللي بكلمك عليها. هو عايز ينجح مع النادي الاهلي، عايز يحقق تاريخ مع النادي الاهلي، وده مهم قوي، فثقته في نفسه، في قدراته، وفي التحدي اللي هو جاي بيه ده، طبعا شجعنا ان احنا نلاقي مدرب عنده الثقه دي، غير المؤهلات، غير خبرات، غير تاريخه على المستوى الافريقي. وبعدين يعني الناس بتعتبر ان احنا خرجنا بره الصندوق في اختيارنا. في كره القدم تخرج، انجلترا نفسها خرجت وجابت مدربين من بره انجلترا للمنتخب، فبالتالي انت بتدور على الاحسن والانسب في نفس الوقت، وده كان اختيارنا، ونتمنى ان شاء الله، ودي ثقتنا فيه، وهو جيب بدعم كبير قوي، ومن داي 1 من اول ما جه دخل على الميتنج روم وعملنا اجتماع، وبعدين نزل على الملعب اتعرف باللعيبه وراح نزل الملعب اول تمرين. فده بيديك انديكيشن ان ده مدير فني جاي عايز يشتغل، عايز ينجح، معاه مساعدين اكفاء جدا، سواء الفتنس كوتش او مسؤول التحليل والاحصاء معاه، بجانب طبعا مايكل مدرب الحراس وسامي قمصان. فهو جه لقى الداتا جاهزه، اتقدم له فلاشه فيها كل تفاصيل كل لاعب، عدد مبارياته ومشاركاته وكل تفاصيل، فهو دخل على طول في الجيم
ما عندوش وقت، وهو عارف حتى لما اتسال على ماتش بكره قال انا هدير ماتش بكره اللي هو المقاولين، وبالتالي هو جاي بحماس بطموح، وده هدف النادي الاهلي، ان احنا نحقق بطوله بتسعد جماهير النادي الاهلي وبتسعد مصر. وعلى فكره في حته مهمه احب اقولها لك، ان العلاقات بينا وبين جنوب افريقيا علاقات متميزه، وبناكدها بوجود موسيماني معانا على البعد اللي تقدر تقول البعد الاجتماعي، البعد السياسي، البعد الرياضي، حتى البعد التسويقي، في بلان، في افكار. فباذن الله باذن الله يكون على قد المسؤوليه اللي هو عارفها، وعارف قيمه النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي، وعارف قيمه الجماهير بتاعت النادي الاهلي. فباذن الله باذن الله، وده اللي بنطلبه، دعم الجماهير طبعا والاعلام طبعا، انه يسند التجربه دي لانها باذن الله هتنجح ان شاء الله ناجحه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن زكريا ناصف.